حققنا كمنتخب اول في القاره والمنطقه العربيه وصعدنا لكاس العالم. لكن الحقيقه على صعيد منتخبات الشباب الوضع بالنسبه لنا بيكون صعب شويه. مره كل 10 سنين، بقى لنا دلوقتي 10 سنين بعيد عن كاس العالم. نفسي اعرف اتمنى يعني ايه منتخب الاول بياخد كل حاجه، ومش بياخد كل حاجه ولكن له دور مهم في افريقيا واكثر منتخب واخد بطولات وكذا وكذا. ليه المنتخبات اللي تحت ما بيحصلش كده؟ لان المنتخبات اللي تحت في الفترات السابقه لا زالت بتلجأ للاساليب القديمه في اعداد واختيار المنتخبات على مستوى الجمهوريه. يعني احنا دلوقتي 104 مليون، مفروض عشان اختار من المساحه دي كلها لازم الطريقه التقليديه بتاعه زمان ننساها او ننسف. ايه هي الطريقه؟ ايه الطريقه القديمه؟ ان احنا حتى احنا لما كنا بندرب يعني برضو زمان من 20 سنه ولا كده في المنتخب، نروح مثلا نلف على الملاعب، نروح مثلا الصعيد، نقعد في المنيا، نقعد في اسيوط. بس انا اعتقد يا كابتن ان الطريقه دي لا تموت، ولا من وجهه نظرك؟ لا اصبحت دلوقتي يعني الكلام اللي ممكن نقوله دلوقتي هتقول انها تموت. اوكي لا اتفضل. اه ما انا يعني ليه؟ لان الافكار دي دلوقتي، وتروح مثلا الاسكندريه يجمعوا الناس، طب بيجمعوا لك ويعملوا لك شويه مباريات، او تروح تتفرج انت على المباريات بتاعه الانديه. طب صح، مباريات الانديه دي كتير قوي، فانت هتوزع نفسك ازاي؟ فيقول لك طب في مديرين فنيين للقطاعات وكده موجودين. صحيح. ايوه. طب دولت هيتوزعوا على الانديه كلها ويشوفوها ازاي؟ انت عايز تشوف فتره قليله، عايزك مثلا سنتين ثلاثه عقبال ما تشوف كل انديه مصر. مفروض كل من يلمس كره القدم في مصر تشوفه له حق ان هو يبقى في المنتخب. صحيح. اي لاعب عندك بيلمس الكوره بيلعب كوره، سواء في نجع، سواء في قريه، سواء في نادي، سواء اي واحد حق مشروع ان يروح منتخب مصر. صحيح. على سبيل المثال احنا بنقول دلوقتي، طب تقول لي يعني هنعمل ايه؟ انا بقول لحضرتك انا من وجهه نظري الطريقه دي لا تموت، فحضرتك تقول لي لا. هنقول الاتي وبحلول، وطبعا الكلام ده مش من فراغ، الكلام ده طبعا بعد دراسات. الخبرات ودراسات، بره اتعملت ايه، في بلد معينه عملت ايه، وهنا أوكي. عملت ايه. وبرضو احب قبل ما يعني هنشرح، هنقول الاتي، حته الاختيارات وحته الكلام ده، طب لو جمعوا لي رحنا الصعيد وجمعوا لي شويه من جنوب الصعيد وشمال الصعيد وعملنا مباراه بينهم عشان نختار دولت احسن ناس من الصعيد عشان الصعيد يبقى ممثل. مين قال ان المجموعه بتوع شمال الصعيد اللي اختارهم ده هم دولت احسن ناس في شمال الصعيد؟ صحيح. مين قال؟ صحيح. واحد اللي اختار، كلام عظيم. اثنين، ثلاثه، صح. طيب صحيح. طب نفرض فعلا دولت احسن ناس. معلش يا كابتن فتحي قبل ما حضرتك تكمل، حضراتكم اي حاجه، انا مش احنا حضراتكم عارفين حلقه نقاشيه، حلقه نقاش يعني اي حد عايز يتدخل يتكلم، احنا دايما بنفتح المجال لهذا. لا الحق مفتوح. فاحنا بنقول دلوقتي، طيب مين قال ان دولت احسن ناس؟ تعال نفرض ان هم احسن ناس. انا بقى رايح اشوف في اليوم ده اللعيب ده اللي هم موجودين كويس. مش كويس، مش مظبوط، كان مصاب، مش يومه، ما حضرش، واوف دي عنده، فانا هيفوت مني. وبعدين هبقى انا ومين؟ انا والجهاز اللي معايا اتنين تلاته هنختار عشان نختار منهم. اذا في ناس هتتظلم. صحيح. يبقى وممكن الاختيار الاولاني كمان حد لو سمحتوا النبي صلى الله عليه وسلم خدوا ده معاكم منتخب وكده، يعني الحين انت عارف الشعب طبيعي المصري. طبيعي يا كابتن، خد طبيعي. ده وده مش عارف من عندنا، طب زق ده كمان في المنتخب، يعني بالمجاملات. صح. وفي النهايه يقفل على ناس تانيين. طب تقول لي طب كل ده جميل، طب ما هو الحل، الحل الاتي، احنا كل المباريات اللي بتتلعب اللي بيشرف عليها الاتحاد في السنوات السابقه، او ده طريقه الاختيار من 20 30 سنه، هو كان الاختيار كده. الاختيار ولا زال يا كابتن. نعم. ولا زال احنا عاوزين بقى نغير. والحقيقه انا وجدت يعني
في فكره التغيير بصفه ان الحاج عامر حسين ماسك المسابقات المسؤول عن المسابقات ساعدنا في حاجات كتيره في نجاح الفكر الجديد والتطوير للاختيار للمجموعه. يعني احنا بنقول ايه؟ اخترنا وائل شيبس واخترنا الكاس، الكاس هيعمل لوحده، تقول له تعالى هتجيب له مين ويختار منين وهينزل في وسط البحر كله. فاحنا بنقول كل مدربين مصر، كل مدربين مصر في المراحل السنيه، يعني مثلا 2008 احمد الكاس، كل مدربين مصر في 2008 لازم يساعدوا احمد الكاس. طب هيساعدوه ازاي؟ بقوائم لعيبه. هنقول ان احنا اي مباراه بتقام بين فرقتين بيبقى في مدرب ومدرب وفي حكم. المدرب بتاع فريق انا قلت لي صح، الفريق الثاني مثلا كابتن عصام عنده فريق وانا عندي فريق، هو هيختار من فرقتي احسن اثنين وانا اختار من فرقته احسن اثنين. كابتن فتحي كان